Deux acteurs seulement parmi les 200. Un italien et toi, Adi. Can you believe it? pas toi. Mais c'est génial. Écoute, très bientôt, tu dois venir à Rome. Ton passeport, ton visa, tout doit être aidé. Adi. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. فينا نخدمك؟ صراحة ما بعرف شو صار دولاب سيارتي. فيا ريت فيكم تعطوني رقم شي هون بالمنطقة. ميكانسيا؟ يا الله خمس دقايق صلحنا له الدولاب. صلحنا له؟ يا عمي تفضل ما تستحي مد ايدك. هيدا بيت بلدي من جيجاتنا. إذا بتحب قلي لك بيضتين مقلية لوحدك شكلك ما بتحب الأورما؟ <applause> لا 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 ميرسي كتير أنا ما باكل بيت مقلي بتعرفوا لازم حافظ على وزني بس رح دوق لقمة <applause> عم افرق طريق عنوان هالفيلم يلي كنا عم نشوف بعض المشاهد منه وضيفتي بهالفكره المخرجه آه لارا سيبا اهلا وسهلا فيكي معنا لارا بمريم تي في بونجور اليت وميرسي لاستقبالكم لالي يا اهلا وسهلا فيكي آه هالفيلم يلي هو كوميديا رومانسيه يلي عم يلاقي اقبال كثير كبير من الجمهور لانه عن جد هن بحاجه لهالفسحة الحلوة هيك أول شيء جمال الطبيعة الرائع مثل ما شفنا بوادي النوبين هال بيخليك هيك تنسي هموم الدنيا كلها الممثلين طبعا الرائعين الفكرة تبع الفيلم القصة تبع الفيلم كلها على بعضها بتخليك تمضي هذا الوقت بضحك بفرح بعيد عن كل الهموم برافو <applause> <applause> <مرشي. لكي تصفيق> نحنا بحاجه لهيدا الشيء بهيدا هيدا هي اللي عم نسمعه يعني نعم. انا برجع بقول لك انا اول عروض هلا الناس بتحكي بس انه ما بتصدقي الا ما تشوفي بعينك يعني انا كنت عم فوت على الصاله وشوف الناس ضحكتهم على وجههم غير الضحكه في ابتسامه كل الفيلم يعني صح. كل الفيلم عم يطلعوا وعم يبتسموا زياده عن هيك يعني اللي بيقولوا لك انه عم نطلع من الفيلم مرتاحين، نسين مشاكلنا عن جد ايه هيك محمسين <applause> هلا آه، نحن بالنهايه هيدا الفيلم كان هو يعني الاوريجين الفكره كانت لشادي حداد وانطوان خليفه وكتبت النص جوزيفين حبشه وانا جيت على الـ على البروجي كان اوريدي في نص مكتوب يعني متقدم بالكتيبه سابه. رجعنا اشتغلنا على كم شغله بالكتيبه لانه وقتها على طول مكتبة إشياء مع نعم. يعني نعم. عرفتي بيكون في اشياء انت بدك تمرقيها كمان يعني رجعنا اشتغلنا على سيناريو مع الكاتبه جوزيفين حبشه وانطلقت ب يعني انطلقنا كان المفروض يكون في منتج ثاني على الفيلم منتج منفذ بس شح الانتاج ونحن كنا بال 2018 يعني منتجات يعني, مزبوط يعني الازمه, الأزمة. يمكن كان بعد ما بينت مضبوط بس كانت موجوده بال فما كان حدا مستعد يحط فرانك بلبنان فبالاخير قررنا انا وشادي وانطوان شركائي بالانتاج انه خلص بدنا نمشي بالفين بالمصاري اللي عنا اياهم يلي هن كانوا اقل من تلت البادجت يلي كان محطوط وانطلقنا ومشينا بالفيلم و... واخذنا ريسك لانه اول شيء كنا عم نصور مش بمحل قريب فينا نرجع ون... يعني كنا عم <applause> تطلع على البيت يعني عم تحكي مطرح كثير بعيد يعني تلا... نطلع نصور ست سبعة ايام ونرجع ينزلوا الاكيب شوي ورجع يطلع و... وكنا وعم تحكي بفتره يعني نحن صورنا بعد اربع اب يعني نحن كنا عم نصور انتم منهارين كنا ايه كان الناس كلها مأزومة الناس كلها حاولوا اختينا الناس كلها كانت حاسه انه هي يعني متضرره بارزاقها بقريبينها ب ف... يعني وكوفيد وكله على بعضه قررنا انه لا بدنا نطلع بدنا نصور ونحن بعدنا بعدنا بنحبه لهيدا البلد وبعدنا بنآمن فيه وبعدنا من يمكن اكثر مطرح معقول يحسسكم بالامان عن شد وقتها هيك كان كان نفس يعني انا م. وقت الناس بيقولوا لي عم نتنفس بقول لهم ايه لانه نحن وقتها عم نصور تنفسنا يعني كان نحن متنفس لإلنا لنطلع من هيدا الجو المحبط يلي كنا موجودين فيه حسينا انه نحن كنا مرتاحين نحن كنا مبسوطين فيعني هيدا الفرح وال 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 والرياحه يلي نحن كنا حاسين فيها وهيدا جو العيله يلي كنا عايشين فيه انا والممثلين والأكيب قدرنا مين بيختار الممثلين؟ آه يعني هيدي عادة بتكون شيء بين المخرج والمنتج آه بس دفنت لي يعني أنا برجع بقلك إنه إذا ما عندي آه يعني ما عندي اتفاق تام مع الممثل ما فيك تديري يعني مية. هي شغله المخرج الاوريجين بس انه عاده المنتج بيتدخل فيها لان عندك كمان قضايا انتاجيه انه يمكن المخرج يقول انا بدي مال جبسون ومال جبسون ما فيك تدفعي له ففي هيدي الاشياء بتفوت بالخط صحيح يعني عنا ممثلات مثل جوليا استار بيتي تاوتل عم تحكي سنتيا كرم ميرنا مكرزل وجوه محببه اصلا من كل المشاهدين صحيح. لانه هن بحد ذاتهم محببين يعني ليك الممثلات كلهم نعم. يعني من جوليا لبيت نعم. لميرنا لس... لسنتيا لربا الصبية يلي لعبت دور ال ربا مع انه الدور الاول يعني صحيح. لاول مرة صحيح. بتكون عم تلعب معكم صحيح يعني كلهم ممثلات والممثلين من شادي حداد, الدارة. طبعا اكيد لا 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 شرب الفغاء لا شرب الزيادة لعماد فغالي رفع الطرباي دانيال يعني حتى يلي لعبوا ادوار صغيرة كلهم ما ما في شو بدي اقول عنهم انه بالنهايه عم تحكي ممثلين درجه اولى عم تحكي صح. ممثلين مخضرمين اكثر من درجه اولى يعني ممثلين حقيقيين مخضرمين حقيقيين مش يعني مش يعني بيعيشوا الدور صحيح مثل ما هو واخذوا يعني واخذوا على عاتقهم حتى يلي اجوا مثلوا مشهد كان المشهد هالقد فيه تماس مع الممثلين الباقيين ومع فكره الفيلم ومع المنطقه ومع فكره الفيلم هي يعني الموضوع, الموضوع. خلينا نرجع على فكره الفيلم آه على على هالقصه يلي آه جمعت كثير اشياء وعطيت كثير آه في مغزى من وراها في كثير معاني بلشت القصه مع شادي حداد شادي كان وقتها عامل دور آه يسوع المسيح ووصل بهيدا يعني وصل بالفيلم اللي عمله كان في مهرجان بروما واخذ ما بتذكر نعم اكزاكتلي شو كان مع المخرج شارل سوايا عملوا الفيلم م وقابل البابا وقتها ورجع انه اه بدي على اعمل شيء هيك لذيذ من هيدا الشيء فانطلقت الفكره من هون جوزيفين كتبت النص ورجعت ورجعت انا اخذته اخراجيا وانتاجيا وقررت وقررنا انه هيدا الفيلم اول شيء انه بدهم كان فيلم كوميك مهضوم على ممثل عم بيهرب من عجقه المدينه ليحضر حاله ليروح على انه على على روما دور يقابل أكيداً. البابا وكانت هيدي الفكره هلا اللي زدته انا عليها هي فكره الحياه البسيطه انه بالنهايه هن كانت الرجعه على الطبيعة ايه يعني كانت الطبيعة الأم العودة ايه العودة مم. للطبيعة إذا بدك تطليعة الفيلم شوي لبرا ونشوف الطبيعة الطبيعة تصير جزء من الـ من الـ من الفيلم يعني مم. هي شخصية وادي النوبين والمنطقة المجاورة هي الشخصية الأهم. الأهم بالنسبة مم. لإلي بالفيلم آه بعدين فكرة الحياة البسيطة إنه نحن بمجتمع إن آه كان بلبنان وإن كان برا نحن بمجتمع هالقد استهلاكي هالقد استهلاكي مش بس بالاشياء اللي بنستهلكها بيستهلكنا لالنا يعني المجتمع هالقد متعب هالقد عم بيمشي بسرعه هالقد عم بيركض اه، نحن مضيعين حالنا مضيعين انسانيتنا مضيعين روحنا مضيعين ثقافتنا مضيعين قيمنا بمجتمع بي بي صح. بي... نحن عم نركض ورا المصاري ورا الاشياء اللي بدنا نشتريها ورا ال... بالوقت اللي نحن يمكن هو كلهم مش بحاجتهم وفي طريقة للحياة مختلفة ممكن تكون موجودة، يعني هيدي الفكرة يلي كمان حبينا نقولها انه بالنهاية فينا نحن قديه مريحة هيدي الحياة الثانية وموجودة وقادرة في ناس عم عم تعتمدها، يعني أنا في ناس بس مش لك... الكل بيقدر أكيد مش كمان بس انه في ناس عم بتكون عم عم بحكيك ناس بعرفهم، م. يعني كانوا توب طب... كان عندهم أشغال عم تحكي معاشات خيالية وطريقه حياه مثل يمكن كثير ناس بيحلموا فيها وصلوا لمحل قالوا ما بقى بدنا ما بقى بدنا نحن بدنا ما بقى بدنا هالقد كميه اشياء بالحياه بدنا نوعيه حياه باعوا كل شيء تركوا كل شيء وراحوا على الارياف اخذوا وعموا قالوا بدنا نهتم بصحتنا بدنا نهتم باولادنا بدنا نهتم ب ب بالاشياء الحلوه بالحياه بنفسيتنا فهيدا هيدا الشيء موجود وممكن يكون موجود وفي بفتكر في موديل اقتصادي تاني ممكن نوجده ان كان بلبنان وان كان بالعالم هلا بلبنان ممكن ينوجد لانه بلد هالقد صغير وهالقد بعد فيه أسد طبيعيه عم ندمرها للاسف بس بعد فينا ننقذها لانه نحنا ما عندنا بلد فيه صناعه ومعادن عرفت صح. فينا بعد ننظف طبيعتنا ونرجع لحياه بسيطه وحلوه اكثر صح صح ان شاء الله ان شاء الله الكل اللي اللي راح بيروح يحضر هذا الفيلم يلي بعد ما راح حضر الفيلم لانه الفيلم انحضر كثير والفيلم كمان عرضته قبل قبل لبنان في الأحمر الأحمر صحيح. و... شاركنا فيه بمهرجان البحر الاحمر صحيح شاركنا فيه بمهرجان البحر الاحمر بشيء اسمه روائع عربيه و... و... وعنده بعد كم برمي على كم مهرجان ابتداء من الشهر الجاي و... والفيلم رح... رح يبرم كمان على الجالية اللبنانية إذا الله راد وعلى يعني هو رح ينعرض بعتقد بي... رح بشغف رح <applause> رح ينعرض هو ب... تجاريا بكندا وبأستراليا وبأمريكا نعم. وبألمانيا ال... وكمان عن... إن شاء الله بالإمارات وبفتكر انه يعني الناس عم بتقلنا مش انه بفتكر ناس عم بتقلنا نحن بحاجه لهيدا صحيح, صحيح. اصلا نحن كنا بحاجه نصوره يعني التكامل التكافل والتضامن طلعت نتيجه رائعه وبدي اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله الى افلام اكثر هالقد قريبه من الناس وتكون تلامس عن جد شعورهم وعقلهم وترسم هالبسمه الحلوه على وجههم يلي عم نفتقدها كثير سنة ميرسي اليت وان شاء الله كمان يعني السنه بعدها نبلش ان شاء الله ان شاء الله نحنا كمان يعني هالبلد يرجع امين هايدي. يرجع يرجع هو كمان لحاله هيدي لأو... امنياتنا وبنرفع صلاتنا كل يوم على هيدا موضوع ربنا عن جد يتشفع فينا لانه عن جد صار كثير بالبلد وبالناس صحيح. شكرا لك لوجودك معنا وكل التوفيق ان شاء الله يا رب بكل اعمالك المستقبليه مشاهدينا لقاءنا لليوم انتهى بشوفكم بلقاء ثاني بتمنى لكم نهار آه هني ودافي وان شاء الله يخفوا شوي هالاخبار اللي كنا مسمعناها من الصبح ووترتنا شوي ما نعود نسمع اكثر واكثر شكرا لكم مشاهدينا